السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج العذراء الفتره اللي جايه. تحذيراتك تبشيراتك كل ما يخص حياتك هيكون النهارده في فنجانك باذن الله. حط نيتك وان شاء الله باذن الله نيتك تكون مستجابه. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. لو بتعاني من قرين من سحر من تبيعه اكتب تم، يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هيكون عليها العلاج اللي انت محتاجه بتدور عليه باذن ربنا سبحان الله وتعالى. يا برج العذراء، اللي فات حاجه واللي جاي لحياتك حاجه تانيه. يا برج العذراء، عايزك بس تهدي اعصابك وتخلي بالك من نفسك، وان شاء الله باذن الله هنشوف توقعاتك واحداثك كل ما يخص اللي في بالك هنشوفه في قراءتنا النهاردة. بس انت ركز في الفيديو وتوقع ان ان شاء الله بإذن الله ربنا هيجازيك خير وعن صبرك وتعبك. بينا بقى نشوف فنجانك ونشوف الطالع بتاعك وايه التحذيرات بتاعتك. بسم الله ما شاء الله. برج العذراء، برج العذراء اليومين دول شايل هم وشايل حمل كبير، مالك بس يا برج العذراء؟ بسم الله ما شاء الله. برج العذراء، بص يا برج العذراء، الحمل اللي انت شايله والمسؤولية والوجع اللي انت فيه نهايته فرج، نهاية الألم فرج، نهاية الحزن فرج. هتفضل لحد امتى كاتم وساكت؟ اللي جواك قريب جدا بالك هيرتاح، بس انت قول يا رب. اول حاجة كده يا برج العذراء، انت في ناس ظلماك وناس بتتكلم عليك من ورا ظهرك، رغم ان انت الناس دي ما عملت لهمش حاجة ولا اذيتهم، بالعكس انت واقف جنبهم. حياة جديدة باذن الله قريبة منك، بس انت نكون يعني خليك زي ما انت متألق، علشان في بداية جديدة، في حياة حلوة، في طاقة ايجابية وطاقة فرج. بس دايما اقول ان برج العذراء في عين بصاله، في عين حسداء ومن المقربين، وده اللي جايبك ورا. عندك كمان هنا شوية قلق وخوف، يا هل ترى خايف على ايه؟ عندك قلق وخوف يا برج العذراء، خايف على حد ولا انت خايف على نفسك ومليت وزهقت؟ التعب بدأ يبان على جسمك يا برج العذراء، بدأت تحس ان انت مرهق، بدأت تحس ان انت مأهمل في صحتك. هتفضل لحد امتى مأهمل كده؟ تساقط شعر، دبلان بشرة، خمول، كسل، وطاقة تفكير رهيبة. في كمان هنا حد استغلك وبين لك ان هو بيحبك وانت امنت له وخدعك يا برج العذراء، خدعك وصدمك. ما تقلقش، ربك هياخد لك حقك الايام اللي جاية. في كمان هنا حبة زعل، زعلان من مين او مخنوق من مين؟ برج العذراء زعلان على نفسه وزعلان على عمر اللي ضاع، رغم ان اللي جاي هيكون فرحة وهتتبدل الاضواء عنده. في حاجة حلوة في انتظارك يا برج العذراء، انت مستنيها بقالك مدة كبيرة ودايما بتسعى وبتعافر علشان توصل للهدف وتوصل للحلم. في كمان هنا انت بتدبر امورك في مبلغ، او مستني فلوس جايالك، او مسلف حد فلوس، في فلوس في طريقك يا برج العذراء. في كمان هنا حد بيكذب عليك وبيستغلك وانت ساكت وعارف ان هو بيكذب وساكت لحد ما تشوف اخره ايه. بص هنا يا برج العذراء، بص هنا الكلام اللي عليك من ورا ظهرك من الاشخاص اللي هم مبينين لك انهم هم بيحبوك، واخد على خاطرك اليومين دول وبتلملم اوجاعك يا برج العذراء، رغم ان انت ساكت. عندك تصالح مع برج من الابراج النارية، هيكون في تصالح وهيكون في كلام، بس عايزاك تخلي بالك وتكون دقيق في كل افعالك. واتمنى منك يا برج العذراء ان انت ما تفضلش طول عمرك تضحي وتدي فرص لناس ما تستاهلش. اركن اركن وارمي ورا ظهرك، روحانياتك عالية، روحانياتك عالية، وهيكون عندك كمان طاقة إيجابية وعندك تغيرات حلوة. برج العذراء دايما أقول إن هو بيحب اللون البني، ودايما بيحاول بيحب اللون الأسود، الألوان الترابية، الألوان الغامقة، ممكن كمان يكون الزهري أو الموف. أنا شايفة لك ألوان حلوة كتير، والألوان دي أنت هتنزل اليومين اللي جايين تشتري منهم حاجة
الحاجات دي هتحضر بيها مناسبة، والمناسبة دي هيكون فيها تعارف ناس جدد، ناس هتدخل حياتك هتطلعك من الأزمة اللي انت بتمر بيها حاليا. شوف انت بقى الأزمة اللي انت بتمر بيها ايه، أزمة ضيق وخنقة ولا أزمة ماديات ولا أزمة صدمة من ناس مقربة في حياتك. انت حرفيا زهقان ومخنوق ومش عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك، عايز تطلع من الطاقة اللي انت فيها، فهتطلع منها بفرج بإذن الله. بس ركز على أهدافك، ركز على الهدف، ركز على الحلم علشان توصل صح وتوصل متألق، وما تديش لحد أمان يا برج العذراء. ما تفضلش طول عمرك بص، الأمان اللي انت بتديه لأشخاص ما يستاهلوش هو اللي كاسر قلبك ووجعك الوجعة دي. فأنا أنصح إن برج العذراء ما يديش أمان لأي حد تاني، كفاية اللي حصل في حياتك وكفاية اللي انت شفته من المقربين واللي من دمك ولحمك. يا ريت بس تركز على هدفك وتركز على تحقيق حلمك علشان تكون متألق في حياتك اللي جاية. عندك كمية حزن وعندك طاقة سلبية، حاول تطلع منها. شايفة ان الشريك عندك يا برج العذراء معمول له طاقة سحر، الشريك عندك معمول له طاقة سحر، معمول له طاقة بالمحبة ان هو يكرهك ويبقى مش طايقك ولا عايز يتكلم معاكم. شايفة كمان انه في طرف ثالث، في الشريك في علاقة تانية يا برج العذراء، الشريك في علاقة تانية. شايفة كمان ان بعض مواليد برج العذراء مستنيين خبر حمل، مستنيين خبر حمل. انت بالك مشغول بصحتك وخايف من المستقبل جدا، خايف اللي تعيش اللي انت عشته الفترة اللي فاتت يا برج العذراء، خايف تعيش اللي انت عشته. شايفة كمان ان انت هنا عندك محاضرات، عندك اجتماعات، مستني لقاء الله اعلم، بس انت في حاجات هنا مستنيها. بص العكوسات اللي عدت عليك، انت منتظر خطوبة او جواز يا برج العذراء، وبالفعل ان شاء الله باذن الله هيكون عندك تغيير حلو وفرحة هتديك انطلاقة جديدة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. عايز اقول لك تاني، طمن الشخص المريض اللي عندك، طمن الشخص المريض اللي عندك، علشان انا شايفة الشخص المريض انت بالك مشغول بيه، بالك مشغول بيه. هيكون عندك وصول هدف وتحقيق امنية يا برج العذراء، دموعك غالية، بلاش تخليها تنزل على اي شخص رخيص. انت اخترت ناس غلط دخلت في حياتك وهم اللي دمروك، لسه الحياة قدامك، اوعى تقع، هم مستنيين سقوطك، لو انت وقعت انت ناولت لهم الفرصة. اختيارك كان غلط ان انت عملت دخلت ناس وبدأت بدايات غلط، ما كنتش بتفكر، شايفة لك حياة جديدة. حاول تحط عينك في وسط راسك علشان تقدر تعرف انت عايز ايه. انت عنيد واللي بتحطه في دماغك بتوصله، وعلشان كده عايز تشتري عربية، عايز تغير بيتك، عايز تعمل حاجة في مستقبلك، وبالفعل هتتعمل علشان انت مصمم تصميم عميق، مصمم تصميم عميق. في حاجة عايز تشتريها بالفعل هتشتريها بإذن الله. كمان يا برج العذراء الغدر اللي جالك من اقرب الناس ليك ده، ومن اللي هم بيجددوا لك السحر بالتفريق وبوقف الحال باذن الله، خلال 5 خطوات بس هيكون عندك تغيير جذري، ولا اما هيكون عندك رجوع لحد مقرب ليك، لقاء مع حد غايب، لقاء عاطفي، لقاء عمل شغل، الله اعلم، بس هيكون عندك حياه حلوه. عايز اقول لك ان الحما ما بتحبكش، الحما بتكرهك ودايما بتسلط الشريك عليك، الحما بتسلط الشريك عليك. انت في بينك وما بين العيله مشاكل بسبب ورث، بينك وما بين العيله مشاكل بسبب ورث. بسم الله ما شاء الله، في حد هيدق على بابك يا برج العذراء، خلي بالك في حد هيدق على بابك، كون جاهز، كون جاهز انه في حد جدا هيخبط على بابك. لازم تكون عندك ان انت محضر اي حاجه وحياتك تكون حاضرة، في حد هيجي لك مفاجئ لحياتك، في أشخاص أنت بتحبهم جاي لك ومن وراهم وجع راس، جاي لك من وراهم وجع دماغ، جاي لك من وراهم وجع دماغ. شايفة إن التليفون بتاعك اتسرق والسلسلة بتاعتك اتسرقت، وفي ورق عندك أنت كنت شايله واتسرق، وفي صور اتسرقت كمان عندك يا برج العذراء. خلي بالك، خلي بالك علشان في ورق عندك اتسرق، وفي سلسلة، وفي تليفون، وشايفه كمان في ناس حاطه عيونها على حاجات معينه. ما تدخلش حد اوضتك، ما تدخلش حد بيتك، وما تحكيش على اي حاجه تخصك يا برج العذراء. في برج الكوس عندك بينك وما بينه مشاكل غير طبيعيه، وبتفكروا في الانفصال وفي الطلاق. حاول تهدوا اعصابكم شويه يا برج العذراء، حاولوا تهدوا اعصابكم شويه. مين الشخص الغالي على قلبك من برج الميزان؟ مين الشخص الغالي على قلبك من برج الميزان؟ انت عندك مشاكل مع ابراج كتيره جدا يا برج العذراء، قلبك موجوع جدا وشايل هموم كبيرة،
وشايل هموم كبيرة. والله العظيم عندك فرحة هتديك انطلاقة حلوة وهتديك فرحة، يعني عندك فرحة جيالك بإذن الله. دايما الحاجة اللي بتحسها بتحصل على طول، الحاجة اللي بتحسها بتحصل على طول من غير تردد. الأهل هم اللي دمروك، هم اللي كانوا واقفين بينك وما بين الشريك وخسروك حاجات كتيرة جدا يا برج العذراء. عندك طاقة تفكير رهيبة، بتفكر كتير جدا. عندك ألم في ظهرك غير طبيعي يا برج العذراء، عندك ألم في ظهرك، بتشتكي من ظهرك وبتشتكي من صداع مستمر، بتشتكي من صداع مستمر. أشخاص كتيرة جدا خانوك، عندك مرات أخ ساحرة، مرات أخ ساحرة ربنا ينتقم منها، عاملة لك مشاكل وعاملة لك توتر. مين الست السمرة اللي في حياتك يا برج العذراء؟ شعرها مجعد. مين الست السمرة؟ الست السمرة اللي شعرها مجعد، تحس ان عينيها مش مريحة، تحس ان ملامح وشها مجرد ما بتشوفها قلبك بيتنبض، قلبك بتحس ان بيقولك الست دي مش كويسة. الست دي مش كويسة يا برج العذراء، الست دي مش كويسة، بتاعت اسحار واعمال. خلي بالك يا برج العذراء، بلاش تأمن لأي حد، بلاش تأمن لأي حد، وبلاش تختار ناس غلط تدخل حياتك. خلي بالك، بعض مواليد برج العذراء مرتاحين ومبسوطين، بعض مواليد برج العذراء مبسوطين ومرتاحين، وبعض منهم تعبان، بعض منهم تعبان، بيحسوا بخنقة حتى في وقت فرحهم، بتحسوا بضيقة، بيحسوا بتعب جسدي. انت نفسك في حاجات كتيرة جدا يا برج العذراء ومش عارف توصل لها، في حاجات كتيرة جدا عايز تعملها ومش عارف توصل لها بسبب العيون اللي عليك وبسبب المشاكل اللي داخل حياتك من غير سبب. يعني هم اصلا ناس حسودة، ناس بتاعت مشاكل وبتاعت اعمال وبتاعت اسحور وراك، الناس بتاعت الاعمال والسحور دي وراك. عايز اقولك ان انت هيكون عندك تغيير في حياتك بإذن الله بفضل ربنا. وجع جسمك ده لازم تحصن نفسك بيه، اكتب تم وهيوصل لك دلوقتي علاج فيديو، علاج جميع انواع السحر لو انت حاسس ان انت مسحور. عايز اقولك ان انت لما تصلي على الحبيب كتير الحاجات دي هتفرق، الحاجات دي بجد هتفرق. انت عندك القرين مش سايبك في حالك، عندك وسواس قهري، عندك وسواس قهري، محسود في كل حاجة، محسود في كل حاجة، اي حاجة بتعملها في حياتك محسود عليها، ابسط حاجة بتعملها او اي حاجة في حياتك بيحسود عليها بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. هيكون عندك تغيير وهيكون عندك لم شم او انتصار بفضل ربنا، او انتصار. حصن نفسك اول باول يا برج العذراء، حصن نفسك اول باول. بص المقربين منك الخاينين، بص المقربين منك اللي وقعوا بينك وما بين الشريك، والله العظيم وقعوا بينك وما بين الشريك. انت عندك وجع في رجلك غير طبيعي يا برج العذراء، عندك وجع في رجلك غير طبيعي، لازم تخلي بالك من الاشخاص المقربين عندك، لازم تخلي بالك من الاشخاص المقربين عندك. مين الشخص اللي بالك مشغول بيه اللي بتحاول ترضيه بكل الطرق؟ مين الشخص اللي عزيز على قلبكم بتحاولوا ترضوه بكل الطرق، رغم ان هو اللي بيبقى غلطان، رغم ان هو اللي بيبقى سبب المشاكل، بس انتوا بتحبوه وبتحبوا تصالحوه، ما بتحبوش ابدا يبات او ينام او يزعل او يكون زعلان، ما بتقدروش على بعده. ليه دايما حاسس بالظلم والقهر في قلبك؟ ليه حاسس بالظلم والقهر في قلبك؟ ما انا شايفه لك اهو لم شمل باذن الله، وهيكون عندك انتصاره حلوه. انت يا برج العذراء دمروك، انت دمروك لدرجة انت بتصحى بالليل عندك حزن رهيب، عندك اعراض غريبة جدا، حالتك النفسية تعبانة، حالتك النفسية تعبانة. والله عندك تغيير، وهيكون عندك لقاء مع حد صدفة، هيكون عندك لقاء مع حد صدفة ما كنتش متوقع ان ممكن في يوم من الايام تتقابله. الاحلام المزعجة والتعطيل اللي في الحياة والخسارات اللي عمال تخسرها ورا بعض دي ما تزعلش، ربنا هيعوضك بإذن الله. توتر في حياتك وحيرة، عندك حيرة غير طبيعية. انت شايف حياتك، شايف عمرك وشايف حياتك ماشية قدامك ومش عارف تعمل لها ايه. الطعنات والغدر وراك، ليه خايف يا برج العذراء؟ ليه خايف؟ والله هيكون عندك انطلاقة حلوة. مين الشخص اللي بيراقبك من بعيد؟ مين الشخص اللي بيراقبك من بعيد؟ مين الشخص اللي كان بينك وما بينه لقاء حلو ودخلتوا في علاقة حلوة وفي الاخر عملتوا لبعض بلوكات، حصل بلوك بينك وما بينه بسبب ان هو طلع مش كويس؟ عندك خمول وتوتر يا برج العذراء. انت بلاش تضغط على نفسك، انت نفسيتك مش مستحملة، كل ما هتضغط على نفسك كل انت اصلا مش نفسيتك مش مستحملة،
انت متخيل نفسيتك مش مستحمله، فانت كل الضغوط اللي جايه عليك دي انت زعلان، بلاش تيجي على نفسك. ضربات قلبك سريعه، بتحس بدوخه من وقت للتاني، وبتمسك بتسند على الحيطه وبتحس ان انت خلاص مش قادر، انت مسحور يا برج العذراء، محصور. اترفضت في شغلك او حصل مشاكل كتيره جدا في شغلك، او انت كاره الشغل مش قادر تشتغل، مش قادر تشتغل. انت في اعراض كتيره جدا بتعاني منها يا برج العذراء، في اعراض كتيره جدا بتعاني منها. عايزك تخلي بالك من نفسك، عايزك تبص لحياتك شويه وتركز على هدفك. الاعمال هي وراك وراك، يعني الست عايز تعالج نفسك، بلاش تتكلم، بلاش تتكلم يا برج العذراء، واكتم على اي حاجه تخص حياتك علشان تكمل. طول ما انت بتتكلم عليه على الحاجه مش هتحصل. انت طيبه قلبك مودره مدمراك، انت حنين جدا، الحنيه دي تعباك مخليهم يستغلوك، هم اصلا داخلين حياتك علشان يستغلوك يا برج العذراء، شايفين ان وجودك في حياتهم مكسب، وجودك في حياتهم مكسب، رغم ان انت برضو بتدعمهم. انت ما بتعرفش تزعل من حد، ما بتعرفش تخون، ما بتعرفش تاكل مع حد عيش وملح وتخونه. لو هو لو خانك بتبعد عنه، بس لو احتاجك بتكلمه وبتبقى قريب منه. خد موقف يا برج العذراء، خد موقف بيوقعوك والله العظيم، وبيدمروك، بيوقعوك وبيدمروك. واكتر ناس اذتك الاهل، اكتر ناس دمروك الاهل. عندك اخت مش كويسة خالص، عندك اخت مش كويسة خالص، من حرف السين يا برج العذراء، وكمان شايفة حرف الحاء. الاشخاص دول مش كويسين، وراك وراك، ومش سايبينك في حالك، مش سايبينك في حالك، دايما عايزين يكسروا نفسك وعايزين يظلموك. انت قلبك طيب يا برج العذراء، ومن كتر طيبة قلبك بتقع في مشاكل وفي خزلان، لازم تخلي بالك. عندك تحقيق امنية، ولو عرفوا ان انت عايز تحقق، لو عرفوا ان امنيتك دي هتتحقق، والله العظيم صدقني ما هتتحقق. اكتم وداري، داري على شمعتك تقيد على قد ما تقدر، بلاش تتكلم عن اي حاجة. انا عارفة ان انت بتحب ما تعرفش تكتم الفرحة، بتبقى عايز تفرح كل الناس، بتبقى عايز تفرحهم، بتبقى عايز لما بتفرح بتحب تفرح كل الناس، بس عايز اقولك انه ده غلط. انت عندك تساقط شعر يا برج العذراء بطريقة رهيبة، بطريقة رهيبة. في واحدة ست عندك من جيرانك يا برج العذراء، لسه من كام يوم رشالك سحر مرشوش قدام الباب. عندك حد من جيرانك لسه رشش لك من كام يوم سحر مرشوش قدام الباب، خلي بالك، خلي بالك، علشان محدش حبيب لك الخير. شايف؟ دمروك والله. دمعتك قريبة، على دمعتك قريبة جدا يا برج العذراء، انت دمعتك قريبة جدا، دايما بتعيط. ليه عندك ألم في المعدة غير طبيعي يا برج العذراء؟ ليه مفيش حاجة بتكمل عندك؟ عارف ليه؟ عشان السحر معمول لك بوقف الحال وسحر التفريق. انت معمول لك اكتر من سحر، وسحر معمول لك سحر اسود، السحر ده ملخبط حياتك وظلمك. عندك حسد غير طبيعي، علشان كده عندك حد مريض، عندك حد مريض، وعندك حد في شدة، وعندك حد في خنقة، عندك حد مصدوم صدمة عمره، مصدوم صدمة عمره. مين الشخص اللي انت كنت بتحبه وكرهته؟ كرهته انه ظلمك وجه عليك ووقع لك مشاكل وحطك في حاجات مش كويسة. مين الشخص ده يا برج العذراء؟ مين اللي دمروك وكسروا نفسك؟ والله انت صعبان عليا يا برج العذراء. كل ما تطلع من الطاقة السلبية تدخل فيها، كل ما تطلع من الطاقة السلبية تدخل فيها. بلاش تدخل حد بيتك. عندك خبر حلو هتسمعه الفترة اللي جاية. انت من كام يوم سمعت خبر وحش، سمعت خبر وحش خلى دموعك تنزل، وكان في موضوع مقلقك ومحيرك ومخليك ما بتقدرش تنام الليل. صدقني والله العظيم هيكون الموضوع ده انت هتاخد فيه قرار صح، والامور بتاعتك هتتحسن، وهيكون عندك امور حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. هيكون عندك امور حلوة، هيكون عندك تحسن في كل الامور. الناس السحارين ربنا ان شاء الله باذن الله هيقلب السحر ضدهم، هيقلب السحر ضدهم، وهيكون عندك استقرار، هيكون عندك استقرار عاطفي. بس حاول تمسك على ايدك شوية يا برج العذراء، علشان انت مش عارف تشيل جنيه، مش عارف تشيل فلوس، دايما فلوسك متبخرة، دايما فلوسك متبخرة، وعلى طول مخنوق ومش طايق حد ولا حتى تكلم حد، لدرجة ان تليفونك بيرن بتقفله، تبص تشوف مين وتقفله، تبص تشوف مين وتقفله، ولا ليك نفس تكلم حد، ولا عايز تتكلم مع حد. ألم في جسمك غير طبيعي من الظلم اللي وقع عليك من أقرب الناس ليك، من الظلم اللي وقع عليك من أقرب الناس ليك. كنت طيب وكويس معاهم، بس والله العظيم هم صنفهم وحش، هم أصلا مش كويسين. يعني أنت فاكرهم هم ملايكة، بس هم أصلا مش كويسين، هم ناس مزعجة وناس خاينة وبتعود أعمال وسحور. اللي يطلع من حياتك ما تزعلش عليه،
اللي يطلع من حياتك ما تزعلش عليه، ادخل في طاقة إيجابية يا برج العذراء، ادخل في طاقة إيجابية وخلي بالك هم عايزين سقوطك. أنا مع العلم إن أنت عنيد يا برج العذراء ومستحيل تشمت حد فيك، اللهم لا شماتة، أنت مستحيل تشمت حد فيك، أنت قدها وقدود، قدها وقدود، يعني أنت هتقف وهتكمل وتعافر. كان عندك علاقة مع برج العذراء مع برج الحوت ونهيتها، كان عندك علاقة مع برج الحوت ونهيتها، أحسن حاجة إن أنت نهيتها عشان هيبقى كان في زعل بينكم كتير جدا. عندك حد تحس كده ان انت بتحب تتكلم معاه وشخص كده عزيز على قلبك، بترتاح جدا لما انت بتتكلم معاه، بترتاح جدا لما انت بتتكلم معاه، شايفة انه اخو الشريك انسان مش كويس، بيسمع كلام مراته، اخو الشريك عندك بيسمع كلام مراته. مين الشخص اللي كان بيتجسس عليك يا برج العذراء؟ مين الشخص اللي بيتجسس عليك وبيراقبك من بعيد؟ مين ده؟ مين الأشخاص اللي كانوا بيتجسسوا عليك وبيراقبوك من بعيد؟ شايفة كمان يا برج العذراء ان انت بدأت تكبر دماغك شوية، بدأت تكبر دماغك وبدأت ان انت تقول خلاص خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل، بتردد حسبنا الله ونعم الوكيل، وقلت خلاص انتوا ظلمتوني كسرتوني جيتوا عليا، انا مش عايز منكم حاجه، بس انتوا سيبوني في حالي علشان خاطر انا ما اذيتكمش، انا ما اذيتكم، انتوا اللي اذيتوني وجيتوا عليا رغم ان انا كنت كويس معاكم وكنت بحب لكم الخير. شايفه لك انطلاقات كتيره وشايفه لك احداث حلوه باذن الله، وهيكون عندك انتصار يا برج العذراء، بس لازم تخلي بالك من التعابين اللي وراك، تعابين كتير جدا وراك، عايزه هي مش عايزة تموتك بس، هي عايزة تجيب اخرك، عايزة تجيب اجلك في الدنيا. فلو انت ما خدتش بالك وخدت موقف في حياتك، صدقني هتندم ندم غير طبيعي. فخلي بالك وحط راسك، حط عينيك في وسط راسك، عشان هيبقى عندك مواجهات كتير جدا. انت لو فكرت لحظة بعقل في كل اللي حواليك، عمرك ما هتكمل معاهم، عمرك ما هتفضل معاهم، علشان هم كلهم بتعود مشاكل. وانت اليومين دول يا برج العذراء عايز تريح نفسك من المشاكل والضغط النفسي اللي انت فيه، فياريت ما تسمعش كلام حد وما تديش ودنك لحد. شايف الست العجوزة اللي موجودة في حياتك عمالة تنق عليك، ياريت ترمي ورا ظهرك كل الاوجاع وكل المشاكل. اخبار حلوة، فرحة، ايام جميلة في انتظارك، بس ركز على حلمك وهدفك. بتعاني من كريم، من سحر، من تبيعة، اكتب تم علشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج بإذن الله. تحياتي ليك يا برج العذراء الأيام اللي جاية.